مساكم كل خير، مساء الخير، مساء الورد على الجميع. يا هلا والله وسهلا فيكم طبعا وكل وتوقيته. اليوم حدث تقريبا الكل ينتظره، انا من الناس اللي متحمس جدا على الحدث هذا، حفل لتدشين رينج روفر سبورت 2023 الجديد كليا. تونا واصلين للحفل، بنوريكم كل التفاصيل. وهذا استقبال الحفل، شركة محمد يوسف ناغي، شكرا على الدعوة الجميلة، ما شاء الله تبارك الله. ننتظر طبعا المزيونة. تجهيزات ما شاء الله تبارك الله، كل الشباب موجودين. وهنا المزيون، هنا المزيون رينج روفر سبورت 2023 الجديدة. الجديدة يوم مفعم بالفخامة والتقنية، الإثارة والحماس، يوم نتحدث فيه عن الفخامة ونتعرف فيه على التقنيات. سيارة جديدة عصرية تخطف الأنفاس وتتميز بقدرات لا مثيل لها. جيل جديد من سيارات الفخامة الرياضية ممثلا في سيارة رينج روفر سبورت الجديدة، والتي تعيد تعريف الفخامة الرياضية وتجمع بسلاسة بين الأداء الواثق على الطريق مع تحسينات جديدة لعلامة رينج روفر التجارية، تعكس التطور المتقدم في التصميم والراحة المتصلة في طراز الجيل الثالث. رويت الكثير من تجارب القيادة لهذه السيارة حول العالم، وتم اختبارها على أكثر الطرقات تنوعاً في التضاريس والمنعطفات، ونجحت بشكل كبير في هذه الاختبارات. محمد يوسف ناغي للسيارات ليقدم لنا عرضاً عن رينج روفر سبورت، فرحبوا به إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه إليكم اليوم بعد طول انتظار، شاكرين لكم حضور هذه المناسبة التي يتم فيها الكشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية عن السيارة التي تجسد تعريف الفخامة الرياضية رينج روفر سبورت الجديدة. إن سيارة رينج روفر سبورت الجديدة هي طراز استثنائي يضع معايير جديدة لفخامة السيارات الرياضية. فبعد 17 عاماً من العمل المتواصل والتطوير الذي لا يتوقف إنتاج سيارات رياضية، يخرج هذا الطراز الجديد ليجسد رؤية الشركة لإنشاء أكثر السيارات الفاخرة الحديثة المرغوبة في العالم، إذ يجمع بين مستويات جديدة من الاستدامة والصفات المميزة لرينج روفر. تقدم رينج روفر سبورت الجديدة تقنيات هيكل أكثر تقدماً وصلابة من أي وقت مضى، عبر منصتها المتطورة للهيكل المعدني المرن، التي توفر صلابة أعلى بنسبة تصل إلى 35% من رينج روفر سبورت السابقة، والتي تعمل بشكل متناغم مع مجموعة نظم التحكم المتكامل بالهيكل، وكلها مصممة خصيصاً لسيارات رينج روفر سبورت الجديدة. لقد حرصت الشركة على دمج تفصيلات الشكل الخارجي المنحوت بدقة متناهية مع تشطيبات فخمة من مواد حصرية هي الأرفع على الإطلاق، التي تم تركيبها مع في لاند روفر، مثل الشبكة الأمامية ووحدات الإضاءة الرقمية والسبائك الجانبية، بالإضافة إلى الشبك الأمامي المميز مع حروف رينج روفر. كل ذلك يمنح للسيارة حضوراً قوياً على الطريق ويعكس الأداء المميز لها. إن الحديث عن مميزات هذه السيارة قد يطول، وأعلم أن الجميع متحمسون للتعرف على هذه الأيقونة عن قرب
والاستمتاع بهذه اللحظات. لذا سأترك المجال لهذه السيارة أن تتحدث عن نفسها. ختاماً أؤكد أن هذا الطراز هو إضافة كبيرة لعائلة لاند روفر، ووثقون أنه سيلبي رغبات العملاء الباحثين عن التميز. وهنا أجدد شكري وتقديري. تم الكشف عن رينج روفر سبورت 2023 الجديدة. شوف اللون الجمال، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله شيء خرافي، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا من الزحمة احنا قادرين نصوره بشكل كامل، لكن نصور اللي نقدر عليه لكم. كيف جاي الاسطب الخلفي مع كلمة لاند روفر سبورت، ما شاء الله. الديفيوزر، الاربع شكامين، طبعا بناخذ كلفة سريعة كذا على السيارة. شوف القماش اللي موجود، بيانو بلاك، لون العنابي، ما شاء الله. هذا اجمل لون نزل على الرينج روفر الجديد، شيء جميل. هذا من الجهة الخلفية، سماعات المريديان، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. بالله أعطوني رأيكم على السيارة كيف؟ ترى في الطبيعة شيء ثاني، فعلا فعلا شيء ثاني ترى، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه طبعا نسخة، لكن مو نفس اللي بتجي، هذا اللي أتوقعه. طبعا أوتوبيوغرافي هذه تقريبا 4.4 الماكينة، 8 سلندر، طبعا الأحسن 530 حصان. ناخذ إن شاء الله المواصفات كاملة، لكن حبيت اوريكم اياه بحفل التدشين. ما شاء الله شوفوا كل الشباب موجودين، يعطيهم العافية. شركة رينج روفر، شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، على الحفل الجميل والتدشين الأجمل للسيارة الفخمة الجميلة الرياضية، ما شاء الله تبارك الله. كاميرا من أصل الأربع كاميرات. أعطوني رأيكم في السيارة، أنا مرة خاق على الجهة الخلفية حقتها، ما شاء الله تبارك الله. طبعا كذا بشكل مختصر لحفل تدشين رينج روفر سبورت 2023 الجديدة. يعطيكم العافية، إلى إن شاء الله تغطيات أخرى بإذن الله. من مجرد أنه نقدر نصور السيارة راح نغطيها لكم تفاصيلها بكل المواصفات اللي موجودة فيها. شكراً شركة محمد يوسف ناغي على الدعوة. هذا حفل تدشين رينج روفر سبورت 2023 الجديدة. نكون متعب السعد، فمان الله.